رئيس الوزراء التركي بات في مأزق، فقد أعلن ثلاثة من وزراء حكومته استقالتهم، وهم وزير الداخلية ووزير البيئة ووزير الاقتصاد. المشكلة الرئيسية هنا لا تتعلق بالوزراء أنفسهم، وإنما بأبنائهم المشتبه بضلوعهم إلى جانب 22 شخصاً آخرين في أعمال فساد. الاتهام يفيد بأنهم قاموا برشوة سياسيين للتغطية على صفقات ذهب غير مشروعة مع بنك إيراني. الأمر تحول لاختبار للقوة بين الحكومة والشرطة والقضاء. ما ينظر إليه هنا كنوع من الفساد هو في الواقع هجوم على الشعب التركي والجمهورية التركية. الكل يعلم أن الأمر لا يتعلق بالرشوة، وإنما هي مؤامرة ضد السياسيين والشعب وتركيا. والآن يبدأ أردوغان باستهداف الشرطة للحد من سلطاتها. في المستقبل على عناصر الشرطة جلب إذن خاص من النيابة العامة وقيادة الشرطة للقيام بالتحقيقات والاعتقالات، وسبق هذا تسريح قائد شرطة إسطنبول والعديد من رجال الشرطة.